هذا غدان. السلام عليكم. يلا حيهم. والله المنظر رهيب. طيب دعست راسي وانت تشرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في مقطع جديد. لعبة ماينكرافت لأول مرة في القناة ولأول مرة في حياتي أجربها، حبيت أنها تكون يعني ممكن أنها تكون سلسلة خفيفة كل أسبوع كل شهر على حسب دعمكم، يعني نستعرض الأعمال الفنية للشباب ونشوف وش مسوين في عوالمهم. إذا كان عندك عالم ودك تستعرضه رسل لي في الكومنت أو في الديسكورد، وراح أبتدي اليوم مع المنتسب هنتر. مثل ما وعدتهم المنتسبين راح يشاركون معي بالألعاب، وهذه فرصة كبداية في السلسلة. الرجال كل يتذكر أني أول مرة أخش اللعبة، والله أول مرة أشوف العالم هذا وما عندي أي خلفية عن اللعبة. ما شاء الله تبارك الله، البيت واضح أنه متعوب عليه وحاط المزرعة هنا وقطارات ومسبح. لا الأمور واضح أنه متعوب عليه. ورود يا أخي والله تحرجنا يا هنتر. هذا غدان. السلام عليكم. يلا حيهم يلا حيهم. انا توني جاي والله مو حرامي ترى. انا عشاك عندي ليل. ما شاء الله شفت الخروف هذا دخل خاطري والله، يعني تعرف جوعاني انت. اركب المرسد حقك. بسم الله. ايوه ملاهي هذه ما شاء الله. لعبنا ركبت. ركبنا في حركه والله. خلصت اللعبه. لا وجهك هناك. اوكي. فشلت. مالي مالي كت 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 مالي. 15 minutes later. يلا مستعد في حزام ولا شيء ولا الامور طيبه؟ لا ابد. خوفي والله علينا. بعد شوي اسبح انا. يلا بسم الله. الله يا فل. فله والله شيء متعب عليه، يعني الحين مشيت وخططت هذا كله. هذا كله يدوي يعني بلكه بلكه. ما شاء الله تبارك الله، والله انا على بالي بس الشغل هناك. ما شاء الله تبارك الله. مستشفى هذه ايه ذكرتني بحق سبانش هذا يوم واحد يوم. وش يا ولد شرح لنا وش السالفه هذا اللي مين مول مزارع. واو كيف سي لا 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 يا هنتر، اقسم بالله العلي العظيم يا شباب اول مره اني اشوف ومنصدم. شيت يا هنتر والله شغل شغل. شلون ينزل؟ لا دفني مرتين. لا ايوه رجعني هذا. حلو وش ينزلني؟ انقز اوكي. اما ما قبل شوي ما اشوفك ترى اشوفه فاضي. ايس كريم هنتر ضيف يا اخي. طبعا هذا يعني مثلا محل شعر بنات عرفت؟ وين؟ هذا هذا ايوه اوكي. وش التور هذا؟ هذا التور حق رسبون اكس بي. والله ما ادري ايش السالفه. اوكي اوه رسبون اكس بي اوكي. جمع تلفل من هنا عرفت، لكن ما اكتمل يعني ما طلب بالشكل المطلوب. ما شاء الله تبارك الله. تعال معي بس لانه صار ليل. اوه هذه غرفتي. اي نعم نعم اجي يا اخي اقسم بالله. خلنا نزرف شيء عنده هنا. اه تسمع؟ لا لا ما نمزح نمزح اخي. طيب لحاف شيء كذا بس سرير. نام نطفي النور. يا الله صباح خير من هذا اللي يدق الباب. يا هنتر خلنا ننام يا هنتر. تونا يا اخي ما مداني انام ولا غفوه هذه. ما شاء الله جسمك هذا اكل ترى اكل اذا ما اكلت. اوكي وشلون؟ اوكي اكلنا ولا رميت انا؟ اوكي اكلنا ثنتين. والله عرفت ايس كريمات يعني فوق. حركات حركات يعني تبغى شوكليت ومانجو وستروبري و هي الفكره انها تكون شارع كذا. اوكي دليفري. اوكي حلو 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 جميل جميل. طبعا هذه شوف الوجبات هنا ما شاء الله تبارك الله. شوف هذه نظره من الداخل. والله انا محشي من المكان ما نط بس يلا تبارك كذا. اوكي المبنى الثالث او الرابع حاليا. اوه المحاسب اوكي الكاشير هنا شغل نظيف والله.
طيب هنتر يعني جعنا والله يعني لو ولا لسه ما جوا شو اسمه الموظفين ها؟ لا تعرف الحين صباح الحين يا اخي بس وش هذا المبنى اللي على اليمين او ما ادري ملعب يا سلام مشروع مكتمل هنا اوكي تحت الانشاء ايوه هنا شل البلقضات الزرق حلو جميل ما شاء الله تبارك الله دقيقة دقيقة أعلق وصفق أنا من هنا هذه اللقطة صراحة شيء رهيب والله على فكرة من هنا كان أجمل والله من هنا المنظر ما أدري كيف كذا المسبح كان باين تعال من هنا أنا جالس أناقد من هناك أوكي عندك يمين هنا المزارع طبعاً هذه أرانب وبقر عندك هذه بقر نادرة هذه جايبينها من مكان مرة بعيد أوكي أوكي تقدر تسمي حصانك او شيء كذا حلو والله شوف هنا الخرفان من هنا تطلع الالوان اللي تبيها تقدر تصبغ الخرفان وتقص الصوف حقهم بعدين حلو هذا اللي يفيدك فقلت زي الشوارع اللي هناك وكذا تبغى اسود تسوي شوارع تبي وهذا ما ادري وش والله وين هذا اي ما ادري ما ادري على بالي بعير ولا شيء وهذولي تجار كل ما تشتري من عنده زي كذا عرفت حلو 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 والله هذه المستشفى صناعة البوشنات او شيء كذا تعال نام نام عندك سرير جنبك جليل اي والله جليل انا حاط سرير في كل مكان مضبط اموره هذا مبنى يعني هو للديكور ما هو ما له اي فائده فهو ديكور لا منظر حلو حلو اوكي هنا تحت الارض هذا ولا ايش اي تحت هذا برضو اوه مش عارف حاشرها ايوه ايه شوف أوكي. زي كذا شوف قصينا هلا هلا شوف اللي وراك شوف ذا اي شوفه شوفه ارفع راسك اي هذا شوف يعني زي كذا شوف اوكي في مقص هات المقص هات المقص شوف تعال خلينا نشوف الاخضر هذا حلو 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 انا زرفت كم من شغله ثاني بنرجعها عادي 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 حط اي شيء وتعال طيب وش عندنا هنا هذا المنظر طبعا على اساس ان هذول يعني اذا حاب تنام سرير في كل مكان يعني مثل يعني سياحه او شيء كذا حلو 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 وبير في الوسط ها والله متاثر بانستنت اوكي اذا احترق بيت ولا شيء هذا البير عندهم وينك يا هنتر وين رحت اوكي تبي اوريك البيت اول ولا هذا اوه الحين لفينا عند البيت هذا وشو هذا؟ هذا بيت ثاني هذا هذاك رسبون البداية هذا بيتنا بعد ما اخترنا الموقع يعني هذاك مجرد بيت عادي هذاك بنينا أول ما رسبنا في العالم نختار نقطة البداية أوكي يعني الشغل النظيف كله هنا وبنفس الوقت يعني نخدع الناس إن هذا البيت اللي اشتغلنا عليه وكذا والله كدا. خدعتني صراحة أنا على بالي هو اللي بستعرضه والله عشان كذا حاطك سكة حديد هي اللي تقودك إلى هذا العالم هذا البيت أوتوماتيك الباب مش يدوي يعني بس تمر ينفتح يا رجل هذا الباب أوتوماتيك أصبر أصبر نظام اللي توقف ورا الباب وتفتح تقول لي أوتوماتيك ما وخر هناك بيت هذا المكتبة اللي هي الكتاب اللي يتبعك العلم العلم يا شباب العلم أيوة أبيك توقف هنا وين وقف هنا لا 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 والله اني عرفت السالفه فيها اضاءه بس في الليل بيطلع من الشكل اجمل تدري ايوه ايوه طبعا هذه الخريطه شوف ما شاء الله دخلت مخك يا انتر اوكي شوف يعني هذا بيتنا تشوف هذا البيت اللي انت جيت عنده شوفه اللي من البدايه قبل القطار هذا أيوة. القطار خذني اوكي شوف هذا كله ماشينا مشي تعال معي شوف هذا الدور الثاني طبعا عباره عن الاستوديو عبارة عن ايش؟ عن استورجات شوف كل استورج له شيء هنا تعال شوف اوه عندنا ستاكين تقريبا وعندنا شوف تشوف الاكسات اللي تحت البيكاكس شوف في سكيل شوف هذه ميزات تجي تكسر بلوك يكسر لك 5-6 ورا بعض لانه دايموند والله جميل نفس انت فهمت فكرة البيت السكاي لايت هذا رهيب اللي هو الزجاج ذا اللي فوق تعال تعال كان يدخل لك الضوء الشمس والبلكونة اي حط لك بلكونة الحين ظلم المكان شوي تعال تعال نام كل مكان فيه سرير الله لا السرير هذا مختلف هذا فيه الحاف ومخدة هذا
على المنظر الجميل هذا تشوف ماك وكي اف سي والمزارع والثلاثة اللي يرقصون هنا. آه جميل جميل صراحة والله المنظر رهيب. نشوف كيف الجو البرتغالي هذا، ما ودي انام. طيب دعست راسي وانت تشرح. معلش معلش